وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة أحلام العامر، الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم. أستاذة أحلام، أولا مساء الخير ونبارك لكم هذا الإنجاز. كيف استحقت البحرين هذا النجاح، وما هي أهم المعايير التي تم اعتمادها في تقرير البنك الدولي؟ نعم، أسعد الله مساءك أختي ومساء السادة المشاهدين. طبعا نبارك أيضا بدورنا تصدر مملكة البحرين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسبة التعلم، ويأتي ذلك نتاج للدعم الدائم للتعليم من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والقيادة الرشيدة حفظهم الله ورعاهم. فمملكة البحرين تعد مثال لنجاح نهج تكاتف الجهود التنموية للارتقاء برأس المال البشري، بدءا من توفير التعليم للجميع وجعله إلزاميا ومجانيا والتطوير المستمر ليحظى بالتعليم وخلق البيئة المناسبة للتعلم والاهتمام بدور الأفراد والأسر والمجتمع، إضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى لتحقق التنمية البشرية. مثل ما تفضلتي أختي بالنسبة طبعا حق التصدر مملكة البحرين، طبعا في معايير للبنك الدولي، عرض اللي هو البنك الدولي مفهوم فقر التعلم، وذلك بالاعتماد على البيانات الجديدة اللي تم تطويرها بالتنسيق مع معهد اليونسكو للأحصاء. فقر التعلم يعني عدم القدرة على قراءة نص بسيط وفهمه في سن العاشرة، وحدد معهد اليونسكو للأحصاء مستوى القراءة والمستوى الأدنى للتمكن من القراءة بالآتي: قدرة الطلبة على قراءة نصوص سردية قصيرة بصورة مستقلة وبطلاقة بحيث يتمكنون من إيجاد البيانات والمعلومات بهذه النصوص، وأيضا يستطيعون فهم الأفكار الرئيسة وتقديم التوضيحات بشأنها، يمكنهم التعبير عن آرائهم الشخصية البسيطة وطبعا وحكمهم على المعلومات والأحداث والشخصيات. نعم. القراءة طبعا هي مصدر رئيسي للتعلم، وهي محتاجة إلى تدريبات خاصة متنوعة، وهذه بالفعل ما حظوا بها طبعا طلبتنا وأبنائنا الطلبة في مملكة البحرين. نعم سيدة أحلام، ذكرتي أن هذا يحتاج إلى خطط وبرامج معينة، هل لك أن تحدثين عن أبرز هذه الخطط التي تبنتها وزارة التربية والتعليم لتحقيق هذا الإنجاز؟ نعم طبعا اللي حققته مملكة البحرين بشكل عام يؤكد أن في تقدم يعني بنسبة عالية في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، والذي يعنى بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة أيضا للجميع. طبعا بالنسبة حق وزارة التربية والتعليم، أولت طبعا التعليم وأولت كل الجهود التي تعمل على اللي هو طبعا تنفيذ هذا الهدف من خلال حزمة من البرامج وحزمة من المشاريع اللي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، وأيضا خلال اللي هي طبعا في برنامج الحكومة السابق، وأيضا في برنامج الحكومة الحالي، وأيضا في الإطار الموحد للأولويات الحكومية. فعندنا العديد من الجهود والبرامج اللي تم تنفيذها داخل مدارسنا التي تعنى باللي هي القراءة. تم في مقدمتها مشروع أقرأ اللي هي طبعا بتخصيص حصة دراسية يومية يتلقى فيها الطالب فرصة التعلم وفرصة القراءة والتمكن من القراءة وفهم المقروء، ينتقل من خلال اللي هو تعلم القراءة إلى طبعا القراءة من أجل التعلم، بحيث أنه هو يوظفها في مختلف اللي هي المواد الدراسية. ونحن يعني على علم ويقين أن التمكن الطالب من مهارات القراءة هي المفتاح الرئيسي لفهم كافة العلوم الأخرى، سواء كانت العلوم الإنسانية أو الرياضيات. نعم. أو العلوم الأخرى. نعم. طبعا أيضا تم تنفيذ العديد من جهود تطوير المناهج التي في صورة مثلا لو بنتكلم عن القراءة، عندنا اللي هو مشروع القرائية، عندنا أيضا بالنسبة حق اللي هو تطبيق البرامج التدريبية اللي خضع لها العديد من المعلمين داخل مدارسنا، وأيضا طبعا المناهج اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية في حراك وفي تطوير مستمر ودائم خلال اللي هي طبعا السنوات السابقة، وأيضا خلال هذه الفترة الحالية أيضا تخضع للعديد من التطويرات بالإضافة إلى المواد الأخرى. فعلى مستوى طبعا تحقيق مثل هذه المؤشرات ومؤشرات دولية في تقارير دولية هي يعني تأتي في كنتاج وكثمرة للعديد من البرامج المنفذة داخل مدارسنا، تنطلق من اللي هو طبعا الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم. نعم. توفير فرص التعلم، توفير اللي هو طبعا المواكبة المستجدات العالمية في الأطر وفي الوثائق وفي المواد التعليمية، ونحن نفتخر أن أيضا خلال هذه الفترة ومع الجائحة جائحة كورونا كوفيد-19 نفتخر باستدامة التعلم لدينا وتوظيف جميع اللي هي طبعا المنصات والمنظومة
والمناهج والتحول إلى المناهج الرقمية بشكل كبير وملحوظ ومشهود. نعم، وهذا يأتي نتيجة الخطط التي تم وضعها سابقا. سعادة الأستاذة أحلام العامر، الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.